فعاليات الموسم هذا ها هي المكلة تودع مهرجان بلدتها لهذا العام وتهيئ نفسها لاستقبال الموسم القادم بعد احتفالات استمرت لنحو نصف شهر. انقضت ما بين فعاليات أدبية ورياضية ورقصات فلكلورية مستدعاة من عمق الثقافة الشعبية والموروث الحضرمي العميق. بالنسبة للأعمال التي قدمت في مهرجان البلد السياحي لهذا العام حوالي 40 عمل توزع بين عدة مناشط، في نشاطات في الجانب المائي، وفي نشاطات على اليابسة، وفي نشاطات ثقافية، وفي نشاطات أيضا للأطفال الصغار في عدة مواقع. مهرجان البلدة السياحي هذا العام كان قد تم استئنافه بعد توقف قسري استمر لخمس سنوات، كما أنه جاء متزامنا مع استعادة السلطات لمدن الساحل الحضرمي من سيطرة الجماعات المسلحة التي حاولت وفقا لما ذكرته السلطات تنفيذ هجمات انتقامية تعكر من صفو المهرجان وهو ما تم إحباطه. وآخر عملية كان هي اكتشفت يعني بعد عملية بروم، عمليتين اللي في بروم والغبر واللي كانت متجهة للخور لتنال من أهلنا أثناء احتفالاتهم مهرجان البلدة. وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان قد اختتمته بحفل تكريم لكافة اللجان المشاركة والمؤسسات الداعمة ووسائل الإعلام المحلية والعربية التي تفاعلت مع الحدث. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلّة.